الشوط الثالث السادس عفوا ينطلق إذن على بركة الله للخيل العربية لاصلة تكافؤ لمسافة 1200 متر في هذا الشوط. اندفاع ل 12 راسا مشارك في الشوط السادس. نشاهد هنا دفاع قوي للشعار الرصاصي والكاب العنابي من خلال سدر رقم 10 مع فالح بغني من وسط الجياد والمدرب البردميون ملك السادة شيك بريسنج في ثاني المراكز. محاولة أيضا من المرزم وتتابع هنا سفيان السعدي والمدرب سعيد الشافي. أيضا محاولة من المهيب وجيمي كامبر والمدرب جاسم الغزالي ملك السيد محمد بن أحمد العطية. الجيد عند الانعطاف الاخير نشاهد الصداره حتى الان بالشعار الرصاصي. محاولات قويه ايضا من سيلين مرشح قوي في هذا الشوط وكذلك غازي الجريان رقم 11 في هذا الشوط من الجهه الخارجيه. الشعار الاخضر يظهر بقوه من وسط الجياد المهيب وسلاله عامر جيمي كامبر. الان الجيد عند الانعطاف الاخير في هذا الشوط نشاهد السدري في الصداره. محاوله قويه من رقم 11 غازي الجريان ومرسليان كل مراجع ومتابعه قويه ايضا من سيلين من الجهه الخارجيه. الشعار العنابي فعلا اندفاع قوي ربما يخطف الصدارة في الأمتار الأخيرة. سيلين يندفع وغازي الجريان يغزو المقدمة والمحاولة تأتي بالشعارات العنابية. سيلين إلى المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام منافسة محمومة بين سيلين وغازي الجريان النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط السادس رقم 1 سيلين في صدارة هذا الشوط مع المدرب البند ميول ملك السادة أمقان والخير رونالد توماس. المركز الثاني لرقم 11 غازي الجريان المدرب محمد رمزان النعيمي ملك السيد محمد بن حمد العطية والخيال مرسليان كولمراج. والمركز الثالث رقم 10 السدري المدرب أيضا البند ميول ملك السادة شيك بريسنج والخيال فالح بغنيم. المركز الرابع لرقم 3 والمهيب المدرب جاسم الغزالي ملك السيد محمد بن أحمد العطية والخيال جيمي كامبر. بينما المركز الخامس لرقم 5 زامير المدرب أيضا جاسم الغزالي ملك السادة مربط زاخر والخيال ماركو كازامنتو. تهانينا للفائزين في هذا الشوط بانتظار ثلاثة أشواط متبقية في هذه الأمسية فابقوا معنا.